هاد السنة كتمر 21 سنة على الأحداث الأليمة الإرهابية اللي عرفتها مدينة الدار البيضاء واللي أودت بعدد كبير من الضحايا مغاربة وأجانب. فسنوات كثيرة مرت ولكن لم ننسى ولن ننسى أبدا. وهاد الوقفة هي عنوان للوفاء، عنوان للذاكرة، وهي فرصة يعني للتحسيس على أنه ما وقع يمكن أن يقع، وعلى أننا لسنا في منأى، ولسنا وبالخصوص على أن غير في الأسبوع الماضي تم تفكيك خلية إرهابية. وبهذه المناسبة من كلنا إلا أن يعني نشكر السلطات الأمنية اللي يعني الساهرة على السلم في المغرب. أنا كنتمنى على أن هذا السؤال هذا ما يتطرحش لي، لأنني ما كنفكرش في هذا السؤال هذا. أش غادي يفيد، أش غادي يفيدني أنا إذا سمحت لهم، وش غادي يستفدوا هما؟ هما يمكن الضمير ديالهم يرتاح، ولكن أنا غادي يرجع لي الإبن ديالي والزوج ديالي. أنا في العموم يعني في العموم بدون الدخول في العلاقات الشخصية، في العموم أنا ذات توجه حقوقي، يعني أنا مع الحق في الحياة، مع الحق في الاختلاف، مع التعايش، مع السلم إلى آخره. ولكن هادوك الأشخاص كنتمنى على أنهم ما تجينيش فرصة أنني نتحاور معهم. جات فرص وما كانش عندي القوة ولا الجرأة باش نجاوب على هذا السؤال.